अच्छा السلام عليكم الزول في الاول، الحمد لله راكم كاع بخير. سمحوا لنا رحيل الوحدة و19 دقيقة. رانا في بلدية صور في ولاية مستغاليم. مستغاليم مستغاليم مستغاليم، ولا على بالكم بلي مستغاليم بلدية ما شاء الله. ولاية مستغاليم على بالكم بلي الحراك بدا في مستغاليم نهار 29 نهار عيان راكم تشوفوا نهار 29 جانفي 2019. وعلى بالكم باللي ما شاء الله استقبال حر تاع ناس المستغاليم. بصح المشكل اللي عندنا في المستغاليم المؤسسة الأمنية، شفتوا باللي ضربونا نهار 19 فيفري 2021، واليوم فعليا عندنا مشكل في بلدية صور في ولاية مستخارين. دوكا مشي مع البوليسية مع جدرمية. الو جدرمية، علاش واش صرا في صور؟ عندنا واحد من ليكيب تاعنا يعطي الصحة حبسوه العشية وجابوه الجدرمية وقالوا باللي يقدموه قدام الوكيل الجمهورية. ما فهمناش على حاجة ما عندها حتى معنى، حتى معنى. ولجينا راكم شوفوا اش راهي 1 و19. انا مع استاذ عبد القادر شوراد، عرفوه شفتوا ولا لا؟ في الشتاء، في الصيف، كورونا، في تيميمون، في الجي، في تلمسان، في عين دفله، في غليزان، في اي بلاصه، استاذ شهر عبد القادر ديما معنا ويعطيه الصحه. شكرا الو يعطيك الصحة. دونك يعني بكلمة يعني خفيفة، واش صار؟ اليوم المهم رانا هنا في بلدية الصور ولاية مستغانم، جينا شقينا للسيد هذا عند مقر فرقة الدرك الوطني، سقسينا على المآل القضية، أنه على أي أساس تم توقيف هذا الشخص، وشاي الأسباب. إذا احنا كيما نقولوا احنا الرائد في الكوموندو، كيما نقولوا احنا الرائد، قلنا بلي انه هنالك سريه في التحقيقات. غدوه ان شاء الله نقول لكم الشيء اللي كاين. احنا المهم اي حاجه راح ننور الراي العام، وحنا نتمنى نطلب من السلطات انهم على الاقل يستعقلوا. بلاد تتبنى بالحوار، بلاد ما تتبناش بهذه الامور، بهذه المشاكل. احنا نقول الله يجيب الخير خونا رشيد ان شاء الله. وهذا الكوموندو على بالكم اللي نعرفوه، نهار اللي ضربونا في مستغاليم 22 فيفري، دونك 22 22 فيفري، باسكو انا خرجت 19 فيفري، سي بور سا راني نخلط في لي دات. نهار 22 فيفري 2021 هو اللي حبسنا يعني في الطريق، وسقسنا الوثائق، وما صرا حتى مشكل يعني بكل احترام. واليوم شفناه فاني وقلنا له دائما مشكل في مستغاليم ولا كيف؟ واش راه صار في هذه البلديه؟ ما شاء الله ولايه الخير، ولايه الحريه، ولايه الشعب، ما شاء الله. على هذه المشاكل علاش؟ على هذه المشاكل علاش؟ هذو المشاكل رانا 2021، سي بون سي بون، المشاكل سي بون، شبعنا بهذه المشاكل. وعلى بالكم بلي انا ما نخاش، ما نخاف حتى واحد انايا، وعلى بالكم وتعرفوا راكم شوفوا راهي 21 ورانا ندورو وراني مريض. بصح انا الحقره ما نقبلهاش، وما كان حتى جزائري يقبل هذه الحقره. الحرق حرق مساكين راهم يموتوا في البحر، الحقره راهي في الارض. ورانا رايحين وين؟ رانا رايحين. خويا الجمال، السلام عليكم. السلام عليكم ازو فلاوين، كما راكم تشوفوا راهي 21 دقيقه، رانا في بلديه الصور ولايه مستغانم. جينا باش رفقه الاستاذ عبد القادر شهره باش نشوفوا الاخ اللي تم توقيفه. حتى الان ما كان حتى جديد، ما وافوناش بجديد. وعلاش؟ علاش حتى وقفوه؟ وعلاش راه تحت النظر السر؟ تحت النظر، قال لك تحت النظر، قال لك غدوه ان شاء الله نشوفوا مآل تحقيق القضيه، هل يتم الافراج عنه، هل قال لك نطلقوه ولا احنا نطلبوا ان شاء الله يستعقلوا ان شاء الله. ان شاء الله احنا نطلبوا ربي برك يخدموا خدمتهم، واللي فيها الخير ربي يجيبها ان شاء الله. ورانا في بلادنا ماسي رشيد، رانا ندورو الاز الحمد لله. بون توكا ما كانش بوليسيه، ما فهمنا والو، راكم تشوفوا بعينيكم ما كان لا بوليسيه لا والو. راهي 21 تاع الليل، شوفوا ما كان لا بوليسيه لا والو، يا بيرسون. ندور التليفون ما كان والو. بصح ما زلتو ما فهمتوش
رانا في بلادنا وكاع نسالو في هذا البلاد علاش المشاكل بوكوا سي بروبليم بوكوا فوز نافي با مار معيتوش معيتوش تحبسوا في الناس كيما هاك بلا سبه معيتوش والله غادي نهضر مع هذو الحكام هذو راهم في الجي ما مليتوش هذو المشاكل والله ما مليتوش معيتوش هل الجزائريين على هذو المشاكل واحد يدخل الحبس واحد الكوميساريه واحد جدرميه ما ديكوتيتوش مليتوش vous n'avez pas marre de ces petits jeux là de d'enfants على بالكم هذه سياسه تاع دراري هذه والله نقولها لكم من قلبي هذه سياسه تاع دراري هذه والله c'est une politique d'enfant de 4 ans ça ça suffit vous n'avez pas marre مليتوش شاب كومبليت ديغوتا ديغوتيتوش انتم مليتوش ما تغشتوش تروحوا تجيبوا العمره ولا تروحوا مكه رمضان جاي vous n'avez pas marre de ces problèmes là Franchement, entre nous, ربي يهدينا كاع كاع كيما رانا وسمحوا لنا اللي نوض لكم برقاد 21 تاع الليل تهلاو في روحكم وبارك الله فيكم والله يرحم الشهداء ان شاء الله